خليني أكلمكم بقى عن موضوع تاني وفرقة تانية موسيقية بتستعد، يعني وهي فرقة منيب باند التراثية، بتستعد الحفل في مهرجان العلمين يوم 20 يوليو على المسرح الروماني في مدينة أو المدينة التراثية بالعلمين الجديدة. الفرقة بتقدم روائع الموسيقار النوبي أحمد منيب. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الحفلة من الأستاذ فتحي منيب مدير فرقة منيب باند. يا مساء الفل عليك. مساء الفل يا أستاذة، اهلا بيك. كل سنة وانت طيبين ومصر بخير دايما يا رب. يا رب دايما. يعني احكي لنا اكتر عن منيب باند وايه اللي احنا هنشوفه منهم في المهرجان. هي منيب فرقة منيب التراثية دي انا كونتها من 5 سنين، وهي بتعتمد على الحان احمد منيب اللي كانت نوبي وتحولت عربي. فاحنا بنقدمها للناس بالفيرجن القديم، ومع بعض الحاجات بقى اللي ما طلعتش للناس بنسمعها لهم برضه، في بعض الاغاني الناس ما سمعتهاش احنا بنغنيها. ده اعتماد الفرقه كله على الحان احمد منيب. طب اغاني زي ايه واحنا يعني نتوقع ايه في المهرجان؟ اقول لحضرتك اغاني زي ايه؟ يعني زي يا ريت اعود تاني، زي لفوا بينا، الكون كله بيدور، وفي تاني عندنا كمان قول للغريب. يعني الاغاني اللي كان منير منزلها في اول البوم وتاني البوم دي احنا بنغنيها بالفيرجن الاولاني اللي هو النوبي، وبندعمها بالكوبلهات عربي عشان الناس تتذكر ان اللحن ده هو بتاع الاغنيه دي. وطلعنا قبل كده مثلنا برضو مصر في مهرجان الشارقه الاسبوع، قعدنا اسبوع هناك برضو، قعدنا اسبوع بنعزف حاجات كلها احمد منيب، ومعانا برضو فرقه جميله يعني هتعجب الناس باذن الله. يعني يا ليلى عودي تاني دي يعني من الاغاني كمان اللي احنا بنحبها قوي قوي وعايشه بقالها سنين كتير. هل هيبقى في مثلا اعاده توزيع لاي من الاغاني دي؟ احنا اعتمادنا كله بيبقى على الايقاعات اللي هي النوب الاصلي. يعني احنا معانا كاوله، معانا عود، معانا دفوف، معانا يعني اشهر عازفين الدفوف النوبيين، معانا مدتول اللي هو بيشتغل مع محمد منير، معانا محمد داوود، معايا حسن، معايا امير، معايا يعني ناس عمالقه في الفن النوبي. وبعدين ده المهرجان، يعني انا عايز اذكر القائمين على مهرجان العالمين، لان يعني احنا المفروض نبقى الرياده، وانا اللي شايفه الحمد لله احنا ماشيين في خطه كويسه بالنسبه للدوله في المهرجانات. يعني خليني اقول لك ان في الحقيقه الفن النوبي هو فن مصري اصيل احنا بنحبه جدا جدا، والاغاني دي اغاني تراثيه، لكن سبحان الله المصريين كلهم عارفين الاغاني النوبيه الجميله دي. خليني اقول لك انه احنا يعني هنبقى بنستمتع واحنا بنتفرج على فرقه منيب او منيب باند، وبنشكرك يا استاذ فتحي منيب مدير فرقه منيب باند، وبتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله.